حبه وعشقه شباب قسنطينة جعل ثلة من المناصرين يتخذون من بعض جداريات مكان للتعبير عن تمسكهم وشغفهم بهذا النادي العريق. عندنا لنا في ملعب كرة القدم عندنا رسمة ثانية العميد. أنا كما تشوفوا عبرنا على تاريخ هذا النادي وتتأسس وعندنا راموس اللي هو كلمة الأخلاق الرياضية بلي نعت بلي هذا نادي شباب قسنطينة نادي أخلاق ونادي حرفة. بلال مناصر وفي للونين الأخضر والأسود، وفاء جسده على طريقته الخاصة من خلال هذا الرسم الجداري الذي يحاكي تاريخ النادي القسنطيني. أنا نجسد الرسم ساعي والفكرة ساعي وحبي النادي هذا الجدران. أنا نرسم على الجدران نعبر على حبي النادي هذا ونعرف عن النادي هذا. ثقافة الجرافيتي باتت وسيلة تستهوي الشباب وتزين شوارع مدينة الجسور المعلقة وتعبر عن مدى تعلقهم بنادي القلب.